صديقاتي أصدقائي الكرام، الحلقة الحالية عن أديب ومفكر وصحافي وفيلسوف وأحد المبدعين باللغة العربية ككاتب كبير اللي هو عباس محمود العقاد، واللي كان بأغلبية أحاديثه بيجسد نمط المفكر الذي يملك الرؤية والذي لا يحكم على الأشياء مباشرة بدون أن يتمعن بالكلمة اللي عم بيقولها. وطبعا يعني كثير من الأبحاث وكل المتبحرين في عالم الأدب، من منا على مستوى العالم العربي الذي لم يسمع بعباس محمود العقاد؟ وهذا دليل نضج وعظم وفكر. الحقيقة بهيك الأيام هو خلقان 1889 ووفاته كانت بال 1964. في تلك الأيام كان مشهور عن العقاد أنه يكتب للمثقفين، وأنيس وعفوا ويوسف وتوفيق الحكيم يكتب للفلاسفة، وكامل الشناوي يكتب للحب. هلأ بأكيد بالأكيد أنه عباس محمود العقاد بعلاقاته مع الصحافي المصري بشكل عام وجريدة الأخبار بشكل خاص كان عنده صفحة تتعاطى مع الفن والثقافة بصفحة خاصة من صفحات جريدة الأخبار، كانت تنزل كل أربعاء صباحا. في إحدى تلك السنين بينزل مقالي تمجد بالموسيقار فريد الأطرش، طبعا مقالي لعباس محمود العقاد، وبتقول انه فريد في اكلك منين يا بطة، وفي حبيبة امها، هالغنيتين الموجهين للأطفال مش سهلة ابدا، انه هالبساطة هي بحد ذاتها هي الاخت التوأم للعبقرية. هذا كلام عباس محمود العقاد، وهذا ينم عن عبقرية ارساء ثقافة الغناء في للطفولة وللطفل. والحقيقة تاريخيا في اثنين غنوا للطفل بطريقة رائعة، فريد بهالغنيتين اللي اكتسحوا كل الإذاعات لما طلعوا غنتهم صباح الشحرورة، والملحن والموسيقار محمد فوزي كمان بأغاني كان لها ردودها ونجاعها وإبداعها. وهون يعني كنت بتمنى هذا الفيديو يمر بسلام، ولكن ما بيخلونا نمر بسلام، لأنه لما صدر هذا الكلام من عباس محمود العقاد لم يعجب البعض، فذهبوا وأثاروا حديث كان قاسي مع العقاد على صعيد رأيه بالمرأة، يعني معروف عنه عنده آراء إلى حد ما، كل إنسان في هالحياة عنده رأيه، ولكن كان موصوف أنه لم يكن صديق المرأة، بديش أضف الكلمة الثانية، ولكن طلعوه كأنه عدو للمرأة. هلأ لما طلع هذا المقال وهي المقابلة مع عباس محمود العقاد من قبل هذه الجهة الرسمية الإعلامية، بكل أسف بمروا على
كثيرين من رجالات ذلك الزمن والمشهورين ورجالات المجتمع، ومن ضمنهم الموسيقار فريد الأطرش، وبيسألوه عن رأيه برأي مع عباس محمود العقاد بالنسبة للمرأة. بيرد حرفيا فريد وبيقول: أنا مش بس لست مع عباس محمود العقاد، لا أؤمن بالفكر المعادي للمرأة، ولا أؤمن بما كتبه وقاله عن المرأة. هلق هون لا شك كتير ويردي ما تكنش مظبوطة، تكون مركبة من قبل الإعلام اللي أخذ هالشيء عن لسان فريد، ولا ليش؟ لماذا فريد الأطرش بالذات يؤخذ حديثه بعد حديث العقاد تاني نهار ما بين الخمس الأوائل بين الشخصيات اللامعة في مصر، وكأنه قصاص لعباس محمود عقاد أنه انتبه ما فينا لهالدرجة هاي، يعني نغامر ونطلق لقب عبقرية ثقافة إرساء ثقافة أغنيات الأطفال لفريد الأطرش. حبيت حطها للتاريخ ويكون تاريخ مضيء وما نضيع البوصلة، لأنه بنهاية الأمر رجل مثل فريد تحارب كل هذه الحرب الضروس، وكأنه كانت الحرب عم بتشكل بالنسبة له عامل إعطاء قوة مضاعفة، مثل ما في أكشن في رياكشن، وعلى قدر ما كانت القوة مضروبة كانت الرد عليها مضروب أكثر، وبعون الله وبعون كل الطيبين وعلى رأسهم شعبنا الحبيب في مصر، لأنه راح لي طفل وعاش كمصري وكعربي. لذلك نحن دائما دائما لما نأتي على فريد نحكي على فريد الإنسان على نفس مستوى فريد الفنان. شكرا جزيلا. بدي اكتفي بهالشيء حتى ما يصير الحديث إلا حديث يعني يكون شيق. بوعدكم وعد قاطع. شكرا جزيلا.